السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلكم اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الاعجاب بالفيديو. سأقدم لكم ابتكار جديد وهما لي تيستر. انا حضرت لكم واحد جوج ديال لي تيستر، وهاد لي تيستر هما مقياس كيستعملوهم صحاب كهرباء السيارات، صحاب اصلاح الهواتف، وهما خفاف ظراف، ما كيطلبوا حتى شي اشكال ولا شي صوائر. انا من حوايج عندي حاصلين عندي، جاتني الفكره وجدت لكم هاد جوج لي تيستر. خلينا نذهب لنشاهد كيفية الاستعمال وكيف تحضير هذا. لا تنسوا ولا تبخلوا عنا بالمشاركة في القناة، وشكرا معي بعد الوصلة الإشارية لنتابع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى لكي نتابع ما جد وجد في الابتكار والإبداع. اولا غادي نبداو لكم بهذا التيستر الاول، وهو عباره على الشارجور. هذا الشارجور تيكون في السياره، انتما كتشوفوا على هذا الشكل الشارجور ديال السياره، كديرو في الانتيكار كتشارجي به الهاتف ديالك. انا اخذتو ودرت ليه تغييرات وجعلتو تيستر. شنو هو هذا التيستر وشنو هو الدور ديالو؟ هذا التيستر تيديرو صحاب سيارات الكهرباء السيارات، كيقيسو به مثلا الضوء من هنا من الجاي او من الخارج باش يعرف واش الطاقة ديزا عندو او مديزاش، على هاد الشكل انتما كما كتشوفو. وكذلك كنستعملوه الى بغينا نقيسو البطارية واش فيها الطاقة ولا ما فيهاش، حيت بالعامية تنقولو واش عامرة ولا ما عامرة. بحال هادي البطارية انا غادي ندير لكم تجربة، نخطو هذا هنا، ها هو شوفوا معايا مزيان هنا، ها هي درنا هذا في الموجب اي لو بليس، وهذا غادي نديروه في الناقص. ها هي شعلات لينا البولا كتشوفوا، نقرب لكم مزيان، ها هي هاهي عندنا بولا حمرا هنا كتبان ليكم، هاهي كطفى، هاهي غادي تشعل. هذا كيعلمنا هاد التيستر بأنه راه هاد البطارية فيها الطاقة. كذلك الدور ديال هاد الآخر في هاد النوع، من بعد نشرح لكم كيفاش حصلت عليه. كنديرو تا هو الموجب في الموجب، والسالب هنايا، أي بليس أو موان، تتعلم. ها هما كيما كتشوفو هنا، كتشوفو نقرب ليكم، ها هما شتيهم، ها البولات تيشعلو، ها هو تعطينا السينيال، بولات خضرين ومعاهم بولة حمرا. كذلك إلا عندنا شي ترانسفورماتور بحال هذا اللي بالضو، بغيت نعرف واش خدام ولا مخدامش، نديرو في بريز، تنعملو في بريز وتناقض الخيوط ديالو، ها هما. السلكين ديولو كاين فيهم الموجب وهو بهاد اللون الابيض، في واحد الخط ابيض، وهاد السليب هو اسود. كنشد هنايا
الموجب ديال هذا بعدا غادي نشرح لكم. كنحطو على هنايا وكناخذ السالب هنايا، ها هي ولا كتشعل شيها، ها هي شاعل، ها هي طفات. انا غادي نعدل لكم مزيان هذا الشيء لانه الكاميرا بعيده عليا شويه. ها هي كما كتشاهدوا راه كتشعل، ها هي شي مشحوله، ها هي طفات، ها هي مشحوله. اذا هاد الترانسفورماتور مزيان. كذلك الشحن هنا ناخذو هنا هو هذا، كنجيبو لهنا هداك الوخ التاني لو موان لي سمع البليس، والموان مع الموان كنديرو ليه هكدا. هاهما كيما كتشاهدو، هاهما طفاو، هاهما كيعطينا السينيال كونكوا بأنه هاد الشارج هاد الشارجور أو هاد الترانسفورماتور راه خدام مزيان كيما كتشوفو. هذا شارجور خدام كيدوز لينا الطاقة. هذا هو الدور ديال لي تيستور متعطيو الطاقة، والأكثرية صحاب السيارة كهرباء السيارات تيستعملوهم بزاف. أولا كيفاش حصلت على هاد التيستور الطول؟ هذا عبارة على شارجر كما جاء في الذكر، خديتو عندو هنايا لونطغي ديالو وهو باش كيتخشف لا ليمسيكار. أنا حذفتها وخديت هاد الجاك، هاد الجاك ديال كيكون ديال خيط ديال الصوت أوديو، خديتو درتو في هاد اللون الأحمر باش نعرفو بأنه راه بلوس. وهنايا هذا خيط ديال لاسوري، هاهو كتشوفو لاسوري مع هاد المنظر هاكا، هاهو كيتشبد شتي، تقدر طولو كان عندك مسافة بعيدة باش تقيس. وهنا هذا سيرانك ديال البرا، هاهو على هاد الشكل رديتو شتو، هنايا فيه واحد المسمار ومعاه الخيط ديالو مزدي داك لو موان. وهنا داك لو بليس باش كندخلو في لاليم سيكار كيعطينا الضو، هو لي درتلو هاد الجاك الأحمر. إذا الطاقة تدخل عندنا من هنا تتخرج من هنا، هذا بليس هذا موان. وهنا هذا باش تنقيسو هذا، وعندنا هاد الليد الحمراء تتعطينا السينيال. وبالعكس كما أشير إليكم بأنه إلا قلبتيهم خديتي مثلا بليس مع الموان ديال البطارية، بليس مع هو هاهو هنا متيعطيناش، ماشي بحالكم إلا درنا البليس مع البليس والموان مع الموان كيعطينا بالعكس إلا قلبتي، باش يوريلك دائما فين هو الزائد وفين هو الناقص. هذا هو لافونتاج لي فيهم. كذلك الشأن في هذا تاهو كذلك، نشدو هاد البطارية هاهي، غادي ناخدوها هكدا، كما كتشاهدو بليس مع بليس، والموا غادي نديرو ليه تاهو مع الموا، هاهما كيعطينا الإضاءة والإشارة بولات خضري كتشاهدو. و الى قلبناهم العكس، خدينا لو موان مع البليس ديال التيستور هكذا، درنا الموان ديالنا ما كيعطيناش، إذن العمليه صحيحه. بالنسبه لهاد الاخر وهو عباره على لي ليكتور ديال لي كارت، لي كارت ميموار قديم شويه في الاستعمال، النوع ديالو هكذا كنو في لي كارت هنايا وكديرو في البيسي. انا زولت هذيك لي اس بي اللي كتدخل الطاقه، هي اللي شعلت فيها الجاك هذا كانه زائد، وخديت السالب ديالها هو اللي درت فيها هذا الخيط ديال ان شارجور باش يبقى اسود باش نعرفو دائما بانه راه نيجاتيف.
ايوا هادشي اللي كاين في هاد الحلقة، نتمنى تكون تروكم واللي الامكان ديالكم باش ديروا هاد ليستر، لانه مفيد تكون عندك بطاريات سواء ديال مكانة او بطارية ديال مصباح يدوي بيل، وبغيتي تيستي ليه هذوك البطارية ديالو بحال هادي البطارية، ها هي بطارية عالية ولكن غادي نتيستيوها نشوف واش بقى فيها شي طاقة ولا ما فيهاش. كدير الموجب مع الموجب، سالي مع سالي مع التحت ديال البطارية هكذا. هاي بالنسبة لهاد البطارية هي فارغة ما فيهاش طاقة، وهذا هو اللي كاين في هاد لي تيستور. هاد هو الدور ديالهم، ولا تبخلوا عني بالاشتراك في القناة، وإلى حلقة مقبلة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلكم اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الإعجاب للفيديو.